فقرتنا الأخيرة سلمى. في إطار مشروع تطوير التعليم المهني والتقني أقامت منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالتعاون مع وزارة التربية بالجمهورية العربية السورية ورشة عمل بعنوان تقييم احتياجات التعليم الثانوي المهني وسوق العمل، وتشارك جميع المعنيين في تحديد احتياجات تطوير نظام التعليم المهني. نحكي أكثر عن الورشة، بيسعدنا نستضيف الأستاذ ماهر الرز مدير المشروع، يسعد صباحك. والأستاذة عبير حداد منسقة المشروع، أهلا وسهلا فيكم على شاشة الإخبارية. صباح النور. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم. رح نبلش مع حضرتك أستاذ ماهر، وخلينا بلش نحكي أكثر تفاصيل عن المشروع، أساسياته، كيف بدأتوا بالتخطيط له والهدف الأساسي منه. صباح الخير، شكرا على الاستضافة. حقيقة يعني نحن بمرحلة تعافي وإعادة الأعمار اللي عم تصير بسوريا، كان لازم بالمنظمة نعمل شيء يساعد بهذا الموضوع. فعملنا بناء على اختصاصاتنا اللي نحن بنشتغل فيها بالمنظمة، عملنا بحث عن المواضيع اللي ممكن تفيد سوريا بهالمرحلة، وكان من أهم المواضيع اللي ممكن تفيد بسوريا بمرحلة التعافي وإعادة الأعمار هو عبارة عن مشروع التعليم المهني. ليش مشروع التعليم المهني؟ لأن اليوم نحن الإنسان أهم شيء بالحياة، وبالتالي لازم نبني رأس المال البشري تبعنا بسوريا. ووقت نشوف إنه في عنا حالة من الدمار، حالة من الهجرة، حالة من الخروج من البلد لمجموعة من الكفاءات، حنكتشف إنه في عنا بالتالي نقص كبير بالمهارات ونقص كبير بالكادر البشري. وبالتالي يعتبر مشروع التعليم المهني هو من أهم المشاريع لا نتجاوز هالثغرات اللي واجهتنا بموضوع إعادة الأعمار، وبالتالي هذا اللي حقيقة اللي صار فعليا على أرض الواقع. ست عبير، خلينا نحكي كيف كان التقييم الواقع التعليم المهني بسوريا. نحكي عن الدراسة أكثر، لما نقول التعليم المهني نحن عم نحكي عن جزء كتير مهم في مرحلة مثل ما قلت بالبداية إعادة أعمار سوريا. وللأمانة وزارة التربية والبلد بلدنا من أوائل البلدان اللي كان دائما عندهم سنويات أخرى، يعني بتلاقي الأهل بيدوروا إنه ابنهم يطلع دكتور كذا، لا بس نحن عندنا كان في ثانوية صناعية وعندنا عدة اختصاصات لدعم الواقع المهني في سوريا. خلينا نحكي عن هيدا الواقع، كيف كان تقييمه، كيف كانت الدراسة. الحقيقة أول شيء صباح الخير. الحقيقة نحن أكيد ما بدنا ننسى حرص القائمين على التعليم المهني والتقني بسوريا، صحيح، اللي هن حرصهم الدائم على التطوير بشكل مستمر، تحسين مخرجاته حتى تواكب سوق العمل. ولكن نحن اللي لامسنا أنه لقينا الواقع أساته بحاجة وعم بيعاني كتير، وخصوصاً خلال السنوات العشرة الأزمة اللي مرت بالبلد، وبالتالي صار في أداء ضعيف لمؤسسات التعليم المهني والتقني. من هون كان لازم يكون في تدخل من جهات متنوعة لحتى نحسن بمخرجات التعليم المهني لتواكب سوق العمل بالشكل الصحيح. طبعاً التقييم انطلق واستخلص نتائجه من بحث نوعي اجتماعي نعمل بمنظمتنا بفريق المشروع، استند على أنواع أدوات ثلاثة اللي هي الاستبيانات، بالإضافة لمجموعات حوارية مركزة مع أولياء الأمور مع الطلاب، لأنه هن المحور الأساسي بالعملية اللي نحن عم نهدف لتطويرها، بالإضافة لمقابلات معمقة مع باقي القطاعات، كونه كل القطاعات نحن معولين على أنه يكون في لها دور مهم بعملية تطوير التعليم المهني. فما في جهة واحدة أنا أقول أنه هي مسؤولة أو وحيدة لتطوير التعليم المهني. صحيح. تماماً، ولكن هون يعني بيحضرنا نسأل أنه هو بشكل عام في ترابط بين الجهات بشكل عام، بس أستاذ ماهر يعني على مين بنقول في العبء الأكبر من بين الجهات الموجودة من أجل تطوير خليني أقول التعليم المهني، وخصوصاً من خلال النتائج اللي وصلتوا لها بالورشة، أنه شو بنحتاج، مين القطاع الأكثر بحاجة لتدريب لحتى يكون دوره مفعل، ومين القطاع اللي هو أساساً قادر يقدم المعونة الأكبر بهذا المشروع؟ يعني هو حقيقة فلسفة المشروع بتعتمد على التشاركية. صحيح. اليوم ما فينا نقول مين الجهة صاحبة
العبء الأكبر. اليوم إذا ما تشاركنا كلياتنا بقطاعاتنا الثلاثة صعب ننهض بأي مشروع، فما بالك بمشروع مثل مشروع التعليم المهني اللي هو له علاقة بالمجتمع. اليوم مين القطاعات الثلاثة؟ نحن عندنا القطاع العام ويمثله جزء الأكبر منه القطاع التعليمي بمشروعنا، وعندنا قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وعندنا القطاع الأهلي. لكل واحد من هالقطاعات في له دور أساسي ومحوري، وأي تقصير خلينا نقول بين قوسين من أي واحد منهم بيفشل المشروع بشكل كامل، بشكل عام بيفشل المشروع. من حيث الأولويات والاحتياجات حقيقة نحن بلشنا نتلمس هلا، نحن بنصف المشروع تقريبا، ما فينا نعطي النتائج النهائية، ولكن بلشنا نتلمس إنه نحن حقيقة كل القطاعات بحاجة. يعني كلياتنا بنعرف الوضع اللي مرق علينا ببلدنا لمدة 10 سنين أثرت على الحجر، حرب صحيح 10 سنوات يعني تستنزف أي دولة عالمية. صحيح فينا نقول، بس لما أقول أنا عندي مشروع مهم ونتائج مهمة وأنتوا عم تقولوا نحن بعدنا بنص المشروع، أنا كيف فيني هي النتائج فعلا تكون إلى يد فاعلة على الأرض؟ يعني دائما بنشوف كثير من الجهات بتشتغل وبتعمل دراسات وفي نتائج، وهي النتائج بتنضب بعد درج. أنا لا، بدي استفاد من هي النتائج. أنا كيف مع هي التشاركية الجميلة؟ للأمانة ما في مشروع ما بيكون في له حصة بصباحنا غير إلا ما بيكون في تشاركية جميلة بين جميع الجهات، إن كان خاص ولا عام، القطاعات كلياتها. كيف فيني هي النتائج استثمرها بشكل صحيح ضمن الواقع الحالي؟ لأنه كمان أنا عندي خلل بسبب الحصار الاقتصادي، بسبب الأزمة اللي أنا عم عيشها. صحيح. هلأ الانطلاقة الأساسية للمشروع أنه نحن انطلقنا من الأرض حقيقة، هي بداية أنه تكون له نتائج واقعية وحقيقية وقابلة للتنفيذ. اليوم ما المشروع ما جاب شيء من عنده، فيش أكيد خبراء عم يشتغلوا بهذا صحيح. الموضوع، ولكن اليوم كل المدخلات تبع المشروع هي من العالم الموجودين عم يشتغلوا أو المعنيين بالموضوع. يعني اليوم مثل ما قالت صديقتي عبير أنه نحن في 5 فئات أساسية عم تشتغل على هذا الموضوع. قطاع الأعمال، الكادر التدريسي والتعليمي والإدارة، القطاع الأهلي، والأهل والطلاب. هدول اليوم كلياتهم شاركوا بمدخلات المشروع. هاي المرحلة الأولى لنقول إنه هو حيكون على أرض الواقع قابل للتنفيذ. المرحلة الجزء الثاني إنه نحن بكل مرحلة من مراحل المشروع حقيقة عم يكونوا كمان مشاركين، يعني النتائج عم تنعرض عليهم، عم نتحاور مع بعض، موجودين مع بعض كلياتنا، عم نعطي الرأي والرأي المقابل، وبالتالي أي نقطة عم تطلع ما عم تشبع بحسن، وعم تشبع بحسن مو نظري، عم تشبع بحسن من واقعهم الأرض الواقع. النقطة الثالثة اللي ممكن تحوله لشيء على أرض الواقع، أنه لمسنا من القطاعات كلياتها، من جميع المستفيدين اهتمامهم بهالموضوع، عم ينتظروا النتائج لأنه يطبقوه على أرض الواقع. حلو. سواء من الحكومة واللي عم تمثلها بالنسبة الأكبر منها، وزارة التربية اللي تمثل 90% من الثانويات المهنية، أو حتى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمرصد سوق العمل، أو قطاع الأعمال ممثل باتحادات غرف الصناعة، بغرف الصناعة بالمحافظات، أو حتى بالمجتمع الأهلي. يعني نحن اجتمعنا مع كثير من الجمعيات أنه نحن راغبين نشتغل بهذا القطاع، هذا قطاع مهم، نحن بدنا نقدم فيه شيء. فبالتالي هذا بيظهر لك أنه نحن مجرد إذا طلعت النتائج واقعية قابلة للتطبيق حيتلقفوها الجهات كلياتها ليكونوا جاهزين للانطلاق فيها ان شاء الله بنهايه. نعم. كمان هون بدي اسالك، يعني اليوم كل المدارس المهنيه دخلت ضمن هالمشروع ولا في فئات معينه؟ كيف تم توزيع خليني اقول خريطه، باعتبار نحن عندنا جهات متعدده وداتا متعدده وكبيره، كيف تم التوزيع؟ هلا نحن بدايه بدراسه تقييم الاحتياجات اكيد رح يظهر معنا ونرتب الاحتياجات. ما منا ننسى، بدي أضيف على اللي تفضل فيه الأستاذ ماهر، إنه نحن ما منا ننسى التوزع الجغرافي للمناطق وقديش كل منطقة تضررت أكثر من غيرها بالحرب وأثرت على مؤسسات التعليم المهني بشكل مختلف، وبالتالي هذا كثير منا نلحظه بوقت نحدد الاحتياجات بشكل مهم. وبالتالي نحن بعد ما نحدد الاحتياجات وفقاً للأولويات، يعني أكيد رح يظهر معنا إنه نحن بهالمنطقة نحن بحاجة لنبدأ بقصة البنى التحتية، يمكن لنبلش بقصة المناهج، يمكن لنبلش بقصة الوسائل التعليمية المباشرة اللي هي أساس للتدريب المهني والتقني. بعد ما نحدد كل هاي المواضيع رح نختار ونحدد بعض المهن
ونحدد بعض المدارس. طبعاً ناخذ بعين الاعتبار التوزع الجغرافي، يعني ما حنختار المدرسة أو المدرستين أو الثلاثة، قد يجوز لنطبق عليهم الشيء اللي نحن حابين نطوره ضمن إطار التعليم المهني، ونقول بعد ما ندرس ونختبر على أرض الواقع ضمن هالمدارس الثلاثة أو الاثنين حسب ما بيطلع معنا بخطة تنفيذ التعليم المهني، رح نقول إنه بعد ما يمكن يظهر عنا أخطاء أو ثغرات يمكن نصوبها أثناء التطبيق. إذا نجحت المهمة وقلنا إنه فعلاً صار في تطور ملحوظ ضمن هالمدارس اللي نحنا طبقناها كمشروع رائد صغير، منقيس عليها لقدام إنه فعلاً صار فينا نعمم مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافية والتوزع الجغرافي للمحافظات، وقديش نحن بهي المحافظة بدنا نسلط الضوء على هذا الموضوع أكثر، بهذا الجانب بدنا نضوي أكثر على هي الموضوع. طبعاً هذا كلياته رح يبين معنا بتنفيذ المشروع الرائد طبعاً بعد انتهاء الفترة الأولى أو المرحلة الأولى للمشروع. تمام. رح نتابع معكم تقرير عن هي الورشة ونرجع نتابع حديثنا الممتع والجميل، لأنه قديش حلو نشوف في كتير من الأيادي حابة فعلا يكون لها جزء كبير بإعادة أعمار سوريا. خلونا نتابع مع بعض. في إطار مشروع تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني في سوريا، تقيم منظمة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بالتعاون مع وزارة التربية السورية ورشة عمل بعنوان تقييم احتياجات التعليم الثانوي المهني. عقدت الورشة في فندق الدمروز في دمشق. في اهتمام كبير بالمدارس المهنية، هناك تجهيزات جديدة تم تأمينها على الرغم من كل الضائقة الاقتصادية، كل المستلزمات التكنولوجية اللازمة للعمل المهني تم تطويرها. هناك معاون وزير مختص من الجامعة لمتابعة موضوع إدماج الصناعة المبرمجة ضمن اهتمامات التعليم المهني. هناك رؤية جديدة للتعليم المهني من خلال ورشة مثل هذه الورشة التي تتم بالتعاون مع منظمات دولية ومع جمعيات محلية وبالتشاركية مع كل الوزارات المعنية. ضمن خطة الاتحاد غرف الصناعة أن تكون المعامل التي تم إعادة تشغيلها أن تكون مدارس وتكون هي كوادر، واستقطبنا كثير من العاملين الجدد ودربناهم في معاملنا حتى نستطيع أن نردم هذه الفجوة. نحن نترقب نجاح هذه الندوة ونحن نعتمد على الذات. كاتحاد غرف الصناعة في عندنا نحن هلأ هم مشارك عنا 5 أشخاص مدربين ويقومون بالعمل التدريب في غرف الصناعة. تهدف الورشة إلى عرض توصيف الوضع الراهن لنظام التعليم المهني وسوق العمل، وتشارك جميع المعنيين في تحديد احتياجات تطوير نظام التعليم المهني في سوريا. لازم يكون في تضافر جهود في قطاع خاص، في قطاع عام، في صحافة، في إعلام، في توعية. هدول لازم يكونوا كلاتهم متضافرين، وهذا اللي احنا اليوم محققينه اليوم بلقائنا حتى نثبت انه احنا قادرين كعدة جهات نشتغل مع بعض من أجل هدف واحد. الآن الأوان نشتغل على فريق من أجل مشروع وطني واستراتيجي مثل هذا. التعليم الحرفي والتعليم المهني في سوريا تعليم له تاريخ وتعليم عريق ويملك الحيوية الكافية للاستمرار، ونحن بحاجة له بالمرحلة القادمة. نحن نطمح ليكون التعليم المهني وعم نحاول نشتغل عليه ونطوره لحتى يؤدي احتياجات سوق العمل بشكل جيد. فعمليا التعليم المهني هلا حاليا طبعا بتعرفوا النظرة السلبية له. أول شغلة عم نحاول نحن نحسن فيها النظرة السلبية نحولها لنظرة إيجابية، إنه بحيث إنه المجتمع والطلاب هي ترغب تعليم تتجه نحو التعليم المهني. وبتعرفي مع حضرتك إنه الدولة أي دولة لا يمكن أن تتطور إلا إذا ما كان التعليم المهني هو بيوفر اليد العاملة القادرة على تطوير الصناعات الوطنية وبالتالي الاقتصاد الوطني. تأتي هذه الورشة كخطوة أولى لعرض خطة عمل يتم من خلالها عرض نتائج مرحلة تقييم للتعليم المهني الحالي بجانبي العرض والطلب والزيارات الميدانية.
يعني مثل ما تابعنا مجهود كبير كان طبعا ضمن هاي الورشات اللي اقيمت والمشروع كان جزء منها. خلينا نحكي عن اهم النتائج اللي وصلتوا لها بعد كل هالشغل. الحقيقه هلا النتائج كانت كثير مهمه، قدرنا نحدد الاولويات يعني مثل ما حكيت يعني بعد لسه بدنا شويه وقت لحتى نقدر نوزع جغرافيا ونشوف وين الاولويات اللي نحن بدنا نبلش نشتغل عليها. اكيد هلا بالمرحله الثالثه من المشروع راح نشتغل على قصه تحديد البدائل والسياسات. هون اكثر بهي المرحله راح يبلش يوضح معنا كيف نحن ممكن نبدأ نضوي أو نصلح ببعض الأمور اللي هي فيها ثغرات بقضية التعليم المهني بمؤسسات التعليم المهني. وما بدنا ننسى أنه مؤسسات التعليم المهني تتبع لأكثر من جهة، ولو أنه الأكبر التبعية هي لوزارة التربية، ولكن بس ما بدنا ننسى المؤسسات والوزارات الثانية والجهات الثانية المشاركة اللي نحن أصلاً ما فينا نتناساهم يعني. طبعاً لازم ناخذهم بعين الاعتبار. اكيد بالورشه وضح معنا قديش الناس حابه يكون في تشارك بين الجهات كلياتها. بوقت نحن جمعنا اكبر كم ممكن من قطاع الاعمال، من المجتمع الاهلي، ايضا من قطاع التعليم بمؤسساته بكل نواحي، وبالتالي كان في كثير استكشاف لاراء لمقترحات نحن حابين نضيفها ونضوي عليها بتقرير تقييم الاحتياجات حتى ننتقل لمرحلة تحديد البدائل ويكون التوجه الصح كما يجب. هذا اللي بدي أسأل عنه الأستاذ ماهر، التوجه الصح. لما أنا أقول الواقع المهني والتقني هذا استثمار رابح لبناء فعلا مثل ما قلنا إعادة إعمار سوريا، لما أنا فعلا استغل هي المهارات والقدرات عند الشباب أنا أكيد معي استثمار رابح ضمن هي التشاركية اللي حكينا عنها بالبداية. لما أنا بلش شوي شوي بعد انتهاء النتائج وأحصد هي العملية رح يكون في تشاركية أوسع، لأنه نحن عم نقول ظروف حرب استثنائية تكلفة مادية، لكن لما نقول واقع مهني تقني داخل البلاد هو لا شك استثمار رابح وبيمكن يجذب أي جهة معنية خاصة مش داخل البلد خارج البلد أساسا، لأنه كمان فيها أرباح مادية مهمة على الصعيد المهني. صحيح 100%، هو فلسفة المشروع قائمة، يعني القيمة المضافة اللي حتكون للمشروع إذا كان نقول أحد القيم المضافة وأنا بعتبرها القيمة الأفضل هي قد ايه اشخاص معنيين بهذا الموضوع حيشاركوا فيه. تماما، لانه انا يعني نحن كفريق مشروع مؤمنين بمقوله قالها غاندي انه كل ما تعمله بدوني لاجلي فهو ضدي، وبالتالي اذا انا اليوم ما اشركت اصحاب العلاقات، الطلاب، الاهالي، قطاع الاعمال اللي هن الزبون تبع التعليم المهني، الجمعيات الاهليه اللي عندها كل الامكانيات، ما حانجح. من بدايه المشروع حتى الان ما فيني يعني ما بدي أكون مبالغ إذا قلت نحن تواصلنا مع الآلاف من المعنيين ومستمرين بهالسياسة لآخر يوم بالمشروع، وكل كل كلمة عم تنقال عم تكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على المشروع، مهما كان القائلها يعني بمنصب أو بمكان بالمجتمع صغير أو كبير حيكون لها تأثير. وفي مجموعة من الوسائل اللي عم نستخدمها للتشارك لإشراك المجتمع سواء باللقاءات المباشرة سواء بالاستبيانات أو بالورشات العمل. فاليوم سياستنا مثل ما قلتي قدر الإمكان أنه نكون بالسابق شاركنا وهلأ عم نشارك ولنهاية المشروع حنشارك، وأي عمل خصوصا هذا الأعمال المجتمعية بدون ما يكون فيها مشاركة بهالحجم ما حتكون بالنجاح المطلوب. فيني أضيف شغلة على اللي ذكره زميلي ماهر، أنه كتير مهم بهاي الفترة نركز على دور المجتمع الأهلي. ليش؟ لأنه نحن بيهمنا كتير نشر الوعي المجتمعي بقضية التعليم المهني، كتير مهم لأنه هي انربطت بالفشل الطلاب. هي نقطة يعني لما نقول تعليم مهني دغري بنربطها بأنه صحيح. فشل طلابي، وبالتالي هذا كتير دور منعول للمجتمع. تمام، ليش؟ لأنه التعليم المهني برأينا وبرأي الكل هو المعني بتزويد العملية الإنتاجية بالبلد وبأي مجتمع باليد العاملة المدربة المؤهلة. فقد ما بيكون في عندي أنا خزان
كثير مهم من الموارد البشرية اللي هي طلابية بالأخير مؤهلة ومدربة قد ما بيكون اقتصادنا مستقبلنا قوي. وهذا الشيء اللي نحن هلأ بعد فترة 10 سنين وأكثر من الأزمة من المتغيرات الاقتصادية التكنولوجية السريعة صار لازم نحن كثير مهم أنه نحن نبدأ هلأ. أكيد تمام. ودائما بنقول لوحة التعافي وإعادة الإعمار بحاجة للكل، يعني هي ما أنا بحاجة لشخص معين أو لاختصاص معين فقط. يعني اليوم قد ما كان في عنا مثل ما قلتي أستاذ عبير كوادر مؤهلة مهنيا بجميع الاتجاهات نقدر ننهض بالبلد، ننهض بسرعة وبشكل أكثر خبرة. بهالشي بدي أختم معكم، شو بتحبوا توجهوا كلمة أخيرة قبل ما نختم؟ صراحة أنا بقول إنه كتير مهم إنه الكل يشتغل صح، يعطي قد ما بيقدر، يوجه صح أبنائه. يعني بدي أنطلق من الأولياء الأمور اللي هن أكثر حدا عم يلامس الطالب اللي هن أهله، يوجهوه صح. التوجيه كتير مهم، المهم لازم ناخذ بعين الاعتبار إنه نحن بحاجة لكل المهن، نحن بحاجة لكل الاختصاصات. أنا بدي دكتور يعطيني حبة لوجع راس، بس بنفس الوقت بيتي لما ينكسر الشباك بدي الحداد وبدي النجار. بدي أي هي عملية تكاملية بكل ما حدا أفضل من حدا بالمهن. كل واحد له دور، الكل بدنا نعطيه نفس السوية. كتير مهم هذا الموضوع، كتير مهم الطالب يكون هو رغبان، يعني فايت برغبة. الرغبة كتير شيء مهم، نحن بدنا نوازن هاي المواضيع. كتير مهم قطاع الأعمال يجذب ويمتص هاي المخرجات، كتير مهم مؤسساتنا تحسن النوعية. نعم. فهي عملياً متكاملة يعني. نعم. أنا بعرف إن الوقت ضيق، بس بدي أقول كلمة. خلص وقتنا بالأخير، كلمة سريعة. المشروع هو بذرة. عملية تطوير التعليم المهني هي تحتاج لسنوات حقيقة. لازم بس نبني بذرة ورا بذرة ونسقيها لحتى تنجح. أكيد. فبالتالي إذا ما كلياتنا شاركنا بسقاية هالبذرة يعني ما بدي أقول نفشل، ولكن لن نستمر بالقوة اللي بلشنا فيها. رح نستمر بوجود أفكار وجهود جبارة مثل اللي عم تقوموا فيها، وجميع أبناء البلد عم يحاول يكون موجود ليكون له جزء كتير كبير. شكرا لكم وعلى وجودكم معنا. شكرا لكم. شكرا لوجودكم.